بحضوث مو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي عصر اليوم السباق التاسع لهذا الموسم، والذي أقيم على كأسي المرحوم عبد الله أحمد ناس وكأس ناس المؤسسة وكأس جامعة العلوم التطبيقية وكأس مؤسسات بلودان وكأس شركة مدينة الخليج للتنظيف وكأس ام سي ديريموت، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفا بالصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن علي بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة وممثلو الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس المرحوم عبد الله أحمد ناس من السيد فوزي ناس عضو مجلس إدارة شركة ناس وناس المؤسسة بعد فوز الحصان راستينج لإسطبل العاديات ريسينج الذي تعود ملكيته لسموه، كما تم تتويج للفائزين بكؤوس السباق، وقد اشتمل السباق على 7 أشواط.